كل خلاف بين الكتب السماوية بالأصول ما أكو، أكو بيش بالفروع. الفرع يو يقر الدين يو لا. أكو عندنا بعض فروع أقرها بالتوراة، أكو فروع أقرها الإسلام بالإنجيل، أكو فروع أقرها الإسلام. ما عندنا عداء ويا الأديان، لكن مع الأسف الأديان عندها عداء ويانا. شلون يعني؟ اتصور مثلا أكو جمعية الهداية المسيحية، جمعية الهداية المسيحية عندها كتاب تصدره تقول أن القرآن هذا فت كتاب مال شجع، هذا يعتني بالشجع أكثر ما يعتني بالمعنى. يجيب هابيل وقابيل لأنهن بهن شجع، ويجيب والليل إذا عشعش والصبح إذا تنفس، بس أكو شين ينشين ورا شين، يعني ما يهمه غير هالإيقاع والقرقعة. هذه مو حكي عالم يعني، نبه لها، هذا مو كلام علماء، هذا كلام ناس مهرجين، وكلام المهرج لا قيمة له. يعني الحقيقة تشلون من الكلام يستاهل ترد عليه.